ثلاثة نقاط مهمين برشا على تسرب الماتش ما كانش سهل. أكيد كنت كبير ماتش ماتش سهل. يعني قلت بدأت لنا نقول الفريق اللي صبر أكثر اليوم هو اللي خذت البوان صحيح. زي ما تان سياسات خذت علينا خذت الكرة خذت البوزيسيون ديال البال كانوا مخطرين في الدفاع معناها الدفاع ديال الجو كانوا مخطرين. مي بارفوا لو كيبدا عندك جارديان في قيمة عاطفة في الكرة هذه معناها تكون محظوظ بصراحة. وزيد تكمل الشماخي ياسين تعرفوا من السكور يعني نجم هذا هاني قلت لك احنا بالنسبه لنا احنا اليوم ماتش كان مش سهل سيرتو بريسيون كبيره علينا احنا كستاف كملاعبيه تعرف الناس كتستنى الكلوب في الكارب باش تروح مي تشوفهم في الافراح الكبار هذا ياثر بصراحه كسوا على اللاعبيه ولا وفي سيرتو تشوف الجمهور ما شاء الله اللي حضر اليوم عندنا برشا لاعبيه صغار 18 19 كان ثقيل شويه عليهم الماتش الادفيسير زاد ابليمون نا با دي ميليتي معناها ابليمون عدى طرح كبير برشا سيرتو تعرف راهو جمعيه كبار كما سي اس اس مش مسافش خصك تروح على بعضهم هذا كنا احنا نعرفوا ريتون اليوم عملوا تعرف ريكسيون تاع لامور الكرو يعرفوا اللي نو با دروا معناها ما عندهمش حق بشغل غلطه اخرى ولينا معطاو كل شيء برافو ليهم فريمون عطاو معناها عملوا فوليوم جيد في الاخر احنا بوتيتر اللي بحكي لك تعبنا وصبرنا خليني نقول لك اللي احنا مستحقين نربح اكثر منهم تعرف اللي احنا في ديناميك تاع فيكتوار جمهورنا شنو قاعد يعمل برا العالم ما نقولوش العالم كامل يحكي على الجمهور دونك احنا حابين نطولوه للماكسيموم البريود الباهي هذه الحمد لله سي فري بوتيتر كان بارفوا على حساب اللعب مي بارفوا راهو ترو بوان مهمين سيرتو كي تشوف انت زاد بالفير اللي يقول لي الكلاسيين قدام شنو ولا نستير بال عمل كل يوم ايطوال اليوم خسرت سي اس اس الفيس اللي خطر سي اس اس كان قدامنا تو ربحناه ولينا قدام دونك هذايا خلى في ثم اون جو كبير في الطريق الحمد لله ما تعرفش ما نساش لو عندنا نفس اللاعبين احنا قاعدين نلعبوا شوف وسام اليوم اللي تي زيكويزي معناها بصراحه ظهر عليه تعب وسام خاطر لوم لو بليز اون فورم معناها الاطراح كلها تعداو على ظهره ثم تراح سوفر اليوم بالكدا وسام هذاك علاش في وسط التيران غازي كيف كيف زاد اليوم خسر نتاع الماتشات من اليوم غازي بالنسبه لي هو خليل عملوا ماتش بلان الحمد لله بارفوا بتلقى وسام بارفوا تلقى زهير زهير كيدخل كريت انت فاهم بارفوا تلقى عاطف شماخي وهذا هو ليكيب فهمت دونك اليوم انا قلت لك بليتر ليكيب اللي كانت عازمه اكثر واللي صبرت اكثر واللي كانت مستحقه خلينا نقول لك احنا مستحقين نتروبو اكثر من سيسيس نصور هما اللي خرج جاي ماتش ديربي ماتش ليتوال سوسا دالي ماتش صعابي صعاب بالضبط هذاك علاش ماتش كيما اليوم كان قدر الله خسر كيما اليوم تعرف معناها تعرف احنا جونا ديليكات برشا نحكي على الجو العام معناها في النادي الفريق دونك نتصور انا الثرو بوان تاع اليوم يعطيك اكثر ثقه تصلح برشا حاجات في التصليح بيان سور ماتش اليوم مش باش يغطي برشا معناها الغلطات اللي صاروا مي ديما نقول لك فيكتوار ريبوبليك انا شنو خايف من الاول خاطر انا عشت في الكلوب ونعرف بارفوا وقت اللي يجيك طرح يجي وين يجي جمهور برشا تصير ديسيبسيون هذا اللي انا خفت منه من الاول سيرتو انا مستانس ومتعود وعشت هنا قبل ونعرف كل وين بوبليك يجي كل وين تصير ديسيبسيون هذا اللي خفت منه الاول الحمد لله ربي غفر لنا صارت كونفيرماسيون اليوم الحمد لله الجمهور هذاك الكل دخل في 3 بوان راهو فرحان انا متاكد راهو فرحان هذا باش يخليهم ان شاء الله ماتش لحد جاي عندنا ماتش بقالا مع فيرونا بقدر ربي نحب نشوفوا 40000 دونك هذا الكل خلينا فما شويه برشا بريسيون علينا اليوم الحمد لله ربي 3 بوان في وقت الماتش يعطيك الصحة كوش بوكو غاش تقبل لو سمحتم برا صاحبيني برا هاي خمسة في اليدور اليوم يقول لي مباراة كبيرة لصاحبي الحمد لله سيرتو الشوط أول معناها هنا بيانو تأمير ماتش نتاعنا ضغطنا طلعنا عالي على المنافس معناها ما خليناهوش يلعب سيطرنا في بداية الشوط الأول ممكن الشوط الأول كنا أحق من فريق المنافس وكنا نستحقوا معناها الفيكتوار نتاعنا كنا نستحقوا معناها باش نسجلوا أموا هدف شوط ثاني نادي راس فيخس رجع أكثر في مباراة وطلع وخلينا مساحات وذاك اللي كان مطلوب بالنسبة لنا احنا خاطر كان نشوف لي كونسيني اللي عطيناهم في الشوط الثاني طلبنا من المهاجمين نتاعنا باش يتكيو أكثر بروفوندور في ظهر المدافعين نتاع نادي راس فيخس خاطر شفنا فما برشا إسباس وذاك اللي نجحنا فيه بالتغييرات اللي صاروا ولينا معناها مشينا أكثر في الفيرتيكاليتي ومشينا أكثر البروفوندور هذاك اللي خلانا نسجلوا هدف مرحلة أولى مع شماخي وكنا قادرين في مرحلة ثانية شماخي باش يخطي المباراة لكن نحب نقول معناها كلمة حق برافو لجماهير نادي الفريق اليوم اللي كانت ورانا واللي شجعتنا
واللي اعطت ثقه كبيره للملاعبيه نتاعنا، خاصه الملاعبيه الشبان اليوم. النادي الافريقي انتصر اليوم لكن ربح ملاعبيه صغار منهم القصاب ومنهم التوصي، يسيرتو له الاسكندر العبيدي اللي قاعد يكونفيرمي. شفنا اليوم اجواء رائعه، ان شاء الله نكملوا بنفس ليتا ديسبري، ان شاء الله الانتصار هذا يقرب الناس كل في النادي الافريقي ويخليهم يقربوا لجمعياتهم، ان شاء الله تتحسن الظروف باش نجموا نعملوا انتدابات، خاطر شفتوا فريمون معناها اللي في التيف نتاعنا ندوي على الاخر، وقت اللي فما ملاعبيه نعرف اللي تعبوا، فما ملاعبيه توجعوا، لكن انا معناها ما كانش عندنا شوا باش نجموا غيروهم، ونعرفوا كل تغيير بحسابه تنجم في مباراه تعمل شوزمون تخسر الماتش نتاعك. اليوم برافو للملاعبيه الكل، برافو للناس اللي قاعد تخدم الاطار الفني والاطار الطبي، خاطر شفنا سوليداريتي كبيره ترجمت على ارضيه الميدان. نصعد 11 ماتش فما قبلنا هدف برك معناتها فما خدمه في نخدموا على الاورجانيزاسيون ديفونسيف، نخدموا فيها براتيكمون، هذاك اهم شيء بالنسبه لنا احنا. المدافع الاولاني هو المهاجم، خدموا برشا على البلاسمون على الروبلاسمون، نخدموا على لي برانسيب نتاع ديفونس دو زون. عندنا معناها كل اسبوع نحضروا في مباريات نتاعنا بارابور الكاليتي تاع الادفرسير. اليوم شفت معناها اون بيان جيري معناها البروفوندور، ما عطيناش مساحات للشوات والحرز اللي نعرفوهم دي جوار رابيد ياتاكي ليسباس، خليناهم براتيكمون يلعبوا في 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 في, في, في ديكروشيو باش ياخذوا الكره ويلعبوا دودو، ما خليناهمش معناها ياتاكي البروفوندور. هذا الكل قاعدين يخدموا فيه في لي زونترينمون، الحمد لله فما ريوسيت وفما ميريت نتاع ملاعبيه، خاصه عاطف التخيلي والمدافعين اللي قاعدين يتحسنوا المباراه الاخرى. ميرسي.